مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. انتهت حفلة كشف عن جنس الجنين في منطقة سان بيدرو في مدينة نالو المكسيكية بمأساة أليمة جدا، وده بعد سقوط طيارة اللي كانت بترش في الجو لون تحديد الجنين، واللي أدى لوفاة قائدها على الفور قدام الضيوف. الحكاية ابتدت وقت ما أجر زوجين اللي كانوا بيحتفلوا مع أسرتهم وأصدقائهم طيارة صغيرة عشان تطير فوق الحفلة وترش مسحوق وردي أو أزرق اللون كنوع من أنواع الإشارة لجنس الجنين. وأول ما الطيارة قربت من فوق الزوج اللي كانوا واقفين جنب لوحة مكتوب عليها كلمة الطفل، أطلق الطيار دخان وردي من الطيارة إشارة إلى أن جنس الجنين طلع بنت. وقتها انطلقت الاحتفالات وانتشرت البهجة والسعادة وسط الحضور، لكن فجأة حصل عطل وخلل في الطيارة اتسبب في انفصال واحدة من جناحاتها عن جسمها وهي في الهواء. عشان تخرج الطيارة عن السيطرة وتقع فورا بعد ما عدت من فوق الزوجين والحضور، وقتها الطيارة اصطدمت في الأرض بشدة واشتعلت فيها النيران واتدمرت تماما. وصلت الحماية المدنية والشرطة والإسعاف بسرعة كبيرة عشان يطلعوا قائد الطيارة لويس أنجل صاحب الـ 32 سنة من بين الأنقاض، لكن كل محاولات إسعافه فشلت بكل أسف عشان يفارق الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى مباشرة.